انتخب المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي أميناً عاماً للجبهة ورئيساً جديداً للجمهورية الصحراوية خلفاً للراحل محمد عبد العزيز. جاء هذا الاستحقاق في الجبهة بعد 7 أسابيع من رحيل زعيمها، حيث تمكنت الجبهة من تجاوز لحظات الفراغ القيادي واختيار رئيس جديد في ظل ظروف دولية وإقليمية تشهد تجاذباً حاداً فيما يخص تقرير مصير الشعب الصحراوي. وحصد المترشح إبراهيم غالي 1766 صوتا من أصل 1895 من الأصوات المعبر عنها حسب ما أعلنت عنه لجنة الانتخابات بعد فرز النتائج النهائية. وينحدر الرئيس الجديد من منطقة الرحامنة قرب مدينة مراكش، ويعتبر من مؤسسي البوليزاريو، وقد شغل منصب سفير الصحراء الغربية بإسبانيا والجزائر، وهو من مؤيدي استقلال الصحراء عن المغرب باستعمال كافة الوسائل. وقد أكد أثناء انتخابه حرصه على مواصلة النهج السابق، وأن حل القضية يكمن في استفتاء تقرير المصير، رافضاً فكرة الحكم الذاتي المعروضة من المغرب. قاد أول عملية عسكرية ضد الاستعمار الإسباني التي كانت الشرارة الأولى لإعلان الكفاح المسلح، وكلف في المؤتمر الثاني للجبهة بتقديم مقترح للجنة التنفيذية التي هي القيادة السياسية للجبهة لتقدم للمؤتمر للمصادقة عليها، فاختار أن ينأى عن العضوية فيها ليصبح عضواً في لجنة العلاقات الخارجية بالمكتب السياسي للجبهة، حيث شارك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ما بين 1974 1975 في كل من القاهرة وتنزانيا وزنجبار. مثل جبهة البوليساريو بين عام 1999 و2008 في إسبانيا، عين في العام 2008 سفيرا مفوضا بالجزائر، وفي يناير 2015 عين مسؤولا للأمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو ورئيسا للجمهورية الصحراوية في 9 من يوليو 2016. عملية اختيار الأمين العام الجديد حضرتها وفود من الجزائر بقيادة وزير المجاهدين، ممثلين عن الحكومة والمعارضة الموريتانية، وأيضا ممثلين للمجتمع المدني جاءوا حسب المنظمين من إسبانيا وجنوب إفريقيا وتونس وفنزويلا.